إلى ماذا تشير المعلومات الأولية حول الحريق الذي شب في نينوى؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. لحد الآن هناك تباين في ارتفاع عدد حالات الوفاة، حيث أنه صرح بعض التصريحات من بعض الإعلاميين الموجودين هناك، ليست جهات رسمية لحد الآن، أنه 114 وفاة وإصابة أكثر من 200 شخص جراء حريق هذه قاعة الأعراس الموجودة في قضاء الحمدانية شرق محافظة نينوى. وبالتالي أنه هذه الحرائق الدائمة التكرار في العراق سببها أنه استخدام في طريقة البناء مواد غير حافظة وغير مؤهلة أو غير مأخوذة الاحتياطات لأجل عدم منع قيام الحرائق، منها ما يعرض بالسندويش بانل، وهذه تكون حين تكون ملامسة معها الكهرباء تكون في حالة احتراق شديدة، فبالتالي هي عدم أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحد الآن كمعطيات هو السبب الرئيسي في هذا الحادث. لكن الدفاع المدني قال إن السبب الحريق وفق معلومات أولية هو استخدام الألعاب النارية أثناء هذا حفل الزفاف. وبالتالي هي كلها يعني تكون موجودة، هي سبب الحريق كان شرارة أكيد نارية، لكن هناك كان أيضا أشياء قابلة للاشتعال. يعني نحن نشهد في بغداد اطلاق العاب ناريه، يوم امس كان مولد الرسول في مدينه العظميه، وايضا كانت هناك العاب ناريه بكثافه، وفي جميع المحافل تكون هناك العاب ناريه، لكن في هذه كميه الحريق وهذه الوفيات التي حصلت واحتراق قاعه كامله، يعني كان المنظر بشع جدا يوم امس، هذه كانت هناك يعني السبب الرئيسي عدم وجود اجراءات وقائيه احترازيه لعدم نشب الحرائق في هذه الاماكن، فبالتالي هي كانت شراره لأجل إشعال الحريق. طيب سيدة سهاد، ماذا عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في نينوى لدرء هذا الموقف ومعالجة المصابين؟ يعني وأكيد تم نقل المصابين إلى المشافي، الوفاة يعني لحد الآن الأعداد غير معروفة، لأنه لم تكن هناك يعني نتائج أولية بعدد الحاضرين. في بعض الأحيان تكون في قاعات الأعراس الحضور يعني المواطنين الموجودين فيها كما مدعوين من 100 إلى 500 شخص، فبالتالي لحد الآن غير معلوم يعني الأعداد الحقيقية، دائما في تزايد. أنت تعلم حضرتك أنه بعد يومين أو ثلاثة أيام لأجل استبيان أعداد الوفيات وأعداد المصابين في هذا، نقلهم للمشافي معالجتهم هذا الشيء أكيد، لكن الإجراءات الوقائية التي يعني تمنع قيام مثل هذا الحرائق لحد الآن هذه الإجراءات موجودة. طيب. تمنع قيام هذه الحرائق ليست موجودة أو ليست هي الأفضل، خلينا نقول يعني سيدة سهاد، ولكن إذا ما تحدثنا حول سرعة استجابة الدفاع المدني في احتواء هذا الموقف، يعني نحن نتحدث عن 120 قتيل و200 مصاب، وهذا بالرقم الكبير. يعني بالتأكيد أولا هو يعني في العراق الاستعداد لمثل هذا الحوادث هو ضعيف جدا، لانه هذه الحوادث لم تكن موجوده، هي كثرت في الفتره الاخيره، يعني لو تذكرت حضرتك لدينا مشافي كامله احترقت بمصابيها، هذا دليل على انه هذا ليس لدينا خطط لمعالجه مثل هذه الحوادث، وايضا ليس لدينا خطط مؤهله تمنع مثل قيام هذه الحوادث، وبالتالي الاستجابة كانت يعني نوعا ما ليست بالسرعة المطلوبة، لأنه يعني كم المصابين اللي موجودين ما بين وفيات ومصابين وحتى حالات اختناق حدثت يعني هو كبير جدا، بالتالي حتى لو يعني ذهبت مثلا ثلاث أو أربع سيارات هذا لا يفي بالضرورة، لأن هناك كانت القاعة بأكملها قد اشتعلت، فبالتالي كانت عملية إخراجهم صعبة جدا. يعني يحتاج إلى خطط حقيقية مؤهلة لمثل قيام هذه الحالات التي كثرت في السنوات الأخيرة في العراق. طيب كيف يتم تداول هذه الأزمة اليوم في العراق؟ يعني هو حادث عرضي لحد الآن، هو يعني واضح جدا حادث عرضي، تعرضنا لكثير من هذه الأزمات ما بين تعويض واستنكار ومعالجة المصابين، هو هذه النتيجة النهائية تكون يعني لجميع هذه الحوادث. مررنا سابقا أيضا بغرق عبارة كانت تحمل مئات من المواطنين، وأيضا في مدينة الموصل، يعني كانت هناك إجراءات يعني سيادية كإجراءات بعض الدول، لكن هو ليس لدينا خطط حقيقية لمنع مثل تكرار حوادث الحرائق التي تودي بحياة أشخاص ومن ثم يعني تكون متسببة بعاهات، يعني تعرف الحريق حضرتك
الشخص ممكن يفقد بصره، يفقد أجزاء من جسمه، فبالتالي هذه الحوادث يجب أن تكون هناك خطط حقيقية لمنعها، ويجب أن تكون هناك ضوابط لأجل قيام هذه القاعات طبيعة يعني هذه الضوابط. سيدة سهاد، يعني إذا ما تحدثنا حول طبيعة هذه الضوابط وهذه الإجراءات التي من المفترض أن تتخذ في الفترات القادمة وفي الفترة القادمة حتى يتم الابتعاد عن هكذا حرائق، يعني بالتأكيد يجب أن تكون هناك خطة طوارئ، يجب أن تكون هناك مطافي موجودة في جميع المكان، يجب أن تكون هناك يعني يجب أن تكون هناك منع للمواد التي تسبب الاحتراق في هذا الموقف، يجب أن تكون هناك إجراءات احترازية وسريعة من قبل المشافي لأجل قيام هذه منع قيام هذا الحادث ومعالجته إن قام، يجب أن تكون هناك سيارات إسعاف قريبة من يعني في كل منطقة لدينا نحن مشفى، هذا المشفى لا يعني أغلبه لا يوجد في سيارات الإطفاء، يجب أن تكون هناك في كل مشافي سيارات إطفاء، لأن يعني هذا يعني هذا واجب الدولة تجاه المواطنين، نحن نتعرض لمثل هذه الحالات، يجب وضع دراسة حقيقية لأجل أن تمنع، لأن اليوم أحد يعني أعداد المواطنين الذين يذهبون ضحايا في مثل هذا الموضوع مهولة جدا، فمن المؤكد أنه سوف تكون هناك يعني وقفة حقيقية لأجل معالجة هذا الموضوع الذي يودي بحياة الناس وبكثرة في الفترة الأخيرة في العراق وخصوصا السنوات الأخيرة.